السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ وصفة اليوم وصفة هايلة جدا ومضمونة 100% للسينابون. كتير مننا بيحب السينابون لكن ما بيعرفش يعمله علشان العجينة بتاعته ما بتظبطش وما بيطلعش هش زي اللي احنا بنشتريه من بره. النهاردة بقى هنحضره بطريقة سهلة جدا وبسيطة وزي اللي بتاكليه من بره ويمكن احسن كمان، وهنعمل كمان منه كمية كبيرة بمكونات بسيطة جدا. هنستخدم بيضتين بس في الموضوع ده وكمان ربع كوباية زبدة. تابعيني بقى عشان ما يفوتكيش حاجة، ويلا على طول نشوف المقادير. معايا كوباية من الحليب الدافي، مج 125 جرام، ومعايا كمان معلقة ونص من الخميرة الفورية، ومعلقتين كبار من السكر، واتنين بيضة بحرارة المطبخ، ومعايا كمان معلقة صغيرة من الفانيليا، ربع كوباية من الزبدة، وهاخد معلقة صغيرة من البيكنج باودر، واهم حاجة بقى نوع الدقيق، لازم نجيب نوع دقيق لكافة الأغراض، وطبعا رشة الملح ما ننساهاش، والمعلقة بقى السحرية اللي هتخلي العجينة بتاعتنا مورقة معلقة الخل. أول حاجة جبت البولة بتاعتي وحطيت فيها الحليب الدافي وضفت لها السكر والخميرة وقلبتهم على بعض كده علشان الخميرة تتفاعل، وهسيبها 5 دقايق لغاية ما تعمل فوم كده أبيض. دلوقتي بقى هحط البيض، بيضتين يكونوا بحرارة المطبخ، ضروري جدا يكونوا بحرارة المطبخ، وهضيف معلقة صغيرة من الخل، معلقة صغيرة من الفانيليا، وممكن تستبدليها بفانيليا خام أو بسكر. بعد كده قلبت كويس، وهضيف بقى ربع كوباية من الزبدة. أنا حاطة زبدة هنا بزيادة، أنا هاخد بس منها ربع كوباية. المهم كمان الزبدة تكون بحرارة المطبخ عشان لما اجي اخفقها كويس جدا بالمضرب اليدوي تتخفق وتدوب بمنتهى السهولة. دلوقتي بقى هضيف 4 كوبايات دقيق، لكن هضيفهم على مرتين، ضفت كوبايتين كده، ده المج بتاع الشاي اللي عيرت بيه، وحطيت رشة الملح وحطيت البيكنج باودر، وهقلبهم كده مع بعض، وبعد كده هضيف الكوبايتين تاني من الدقيق. لو انتي خايفه المقادير بتاعتك ما تظبطش، ضيفي 3 كوبايات ونص من الدقيق، واخر نص كوبايه دقيق خليها جنبك. هعجن العجينه دي لمده 10 دقايق لغايه ما بيكون ملمس العجينه طري جدا وناعم وطايع زي ما انتي شايفه كده. العجينه بتكون طريه جدا وما بتلزقش، وده بيكون شكلها. وعشان تتاكدي ان العجينه بتاعتك مضمونه تضغطي عليها، فلما تضغطي ما بترجعش تاني ترد. ده شكلها خلاص كده، هسيبها بقى في البولة تستريح وتخمر ساعة ويتضاعف حجمها. أثناء التخمير العجين هنحضر الصوص اللي احنا هنحطه على السينابون. معايا كوباية من الحليب البودرة، كوباية من السكر البودرة، وهضيف لهم ربع كوباية مية سخنة بتغلي، ومكعب زبدة معلقة كبيرة أو 50 جرام. الكوباية المية اللي فيها أنا كان مطرحها لبن عشان كده تحسي إن المية ما كانتش لونها صافي. المهم خفقت المكونات كده كويس جدا لمدة دقيقة بالهند بلندر. ده بيكون شكلها، القوام بيكون شوية تقيل. هضيف له 5 مكعبات من الجبنة الكيري او المثلثات الغير مملحة، وارجع تاني اخفقها لمدة دقيقتين لغاية ما الجبنة تدوب خالص، وبيكون ده شكل الصوص، بيكون شوية تقيل، وهو ده التوبينج اللي احنا هنحطه على السينابون لما يستوي. هحضر بقى الحشوة اللي انا هحشي بيها السينابون، اللي هي عبارة عن معلقة كبيرة من القرفة، واحط عليها 3 معالق كبار من السكر الحبيبات، ولازم يكون هنا حبيبات مش ناعم، وهضيف بس ربع معلقة من الكاكاو الخام عشان اظبط اللون بتاع السينابون. هقلبهم مع بعض كده وخلاص كده العجينة بتاعتي اختمرت ما شاء الله، والعجينة حجمها اتضاعف زي ما انت شايفة. هطلع كل الهواء اللي فيها كده وابتدي بقى المها واحطها على المفرش السيليكون بتاعي. ولو انت ما عندكش المفرش ده بتحطي رشه من الدقيق عشان العجينه ما تلزقش منك اثناء اللف. شكلت العجينه بتاعتي على شكل رول وقسمتها قطعتين، وهشكل كل قطعه كده على شكل كوره. هحط بقى القطعه الاولانيه في البوله بتاعتي واغطيها عشان ما تنشفش، وابتدي اشكل اول قطعه. زي ما قلتلك لو ما عندكيش مفرش السيليكون بترشي رشة من الدقيق وتبتدي تفردي العجينة بتاعتك، بتفرديها بمساعدة النشابة علشان انا عايزة العجينة على سمك رفيع حوالي ارتفاع سنتي سوري ارتفاع ملي بالشكل ده كده، بتفرديها على قد ما تقدري. بعد ما فردت العجينة بتاعتي كويس جدا، جبت الحشوة بقى بتاعتي اللي احنا حضرناها سوا، وابتديت ارش منها حوالي 3 معالق يعني نص الكمية اللي انا حضرتها،
وهبتدي افردها بايديا كده، وانا بفرد هضغط علشان السكر والقرفه والكاكاو يثبتوا على العجينه بتاعتي، وانا بلفها وما يقعوش مني. هلف العجينه على شكل رول كده بالطريقه دي، رول طبعا من الناحيه الطويله باتجاه الطويل. هلف كده كويس وانا بلف اضغط علشان الحشوه تثبت وما يتفكش مني الرول وانا بقطعه. عدلته الناحيه التانية كده وابتديت اساويه بايديا، وخليت القطعه المفتوحه اللي هي بدايه العجينه لتحت. جبت السكينه بتاعتي، ولازم السكينه هنا تكون حاميه عشان وانا بقطع العجين الرول شكله ما يبصي، ولو مش متوفر عندك سكينه حاميه ممكن بخيط او بالقطاعه بتاعه العجين. قطعتها بالشكل ده كده، وده بيكون شكلها. هفتحها كده وهجيب الصينيه بتاعتي ممسوحه مسحه من الزيت، وارص قطع السينابون واسيب مسافه بين القطعه والتانية حوالي سنتي، علشان انا لسه هسيبها تخمر كمان نص ساعه. هغطيها واسيبها تخمر، وهعرف ازاي ان هي خمرت ان هي هيتضاعف حجمها تاني. بعد ما تضاعف حجمها وقفلت على بعضها، ده القطعه التانية عملتها في صينيه تانية وبقى شويه كمان. هدخلها بقى تتخبز في فرن سخن لمده 23 دقيقه بالظبط. ما طلعش الشوايه ولا حاجه، ما كانتش محتاجه، اخدت اللون الذهبي الجميل. وحطيت بقى صوص السينابون عليها كده، وكمان كان عندي صوص الكراميل، ده صوص جاهز برضو رشيت منه شويه، وكمان كان عندي صوص الشوكولاته اللي احنا حضرناه قبل كده سوا مع بعض، حطيت برضو شويه منه. مش قادرة اقولك طعمها تحفة جدا وجميلة وسهلة وبسيطة، وعملنا كمان كمية كبيرة. يا رب الطريقة تكون سهلة وتعجبك، والسلام عليكم.